يا هلا ومرحبا ويا هلا ومسهلا يا هلا ويا هلا. يعني اليوم احنا سعيدين نشوفكم بالحلقه هذه، بس خلني ابتدي واقول وينكم. والله انت على فكره سويت فتحت جرح وكتبت عليه ملح. اي والله. ليش الشغله هذه؟ والله مع الاسف ان تعبنا لما تقول وينكم نزعل. احنا نزعل يعني، لان فعلا ويننا؟ وين 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 شبابنا؟ وين ربعنا؟ وين جماعتنا؟ وين اهلنا؟ وينكم يا شباب؟ يعني ليش يعني البعد هذا عنا؟ يعني ليش ما ادري. من اختار جابر؟ من اختار الغياب؟ انتوا ولا الوسط بعدكم؟ لا بالنسبه لي انا عشان ريني. اي ما تشوف شر. اي شر ما يجي. ما تشوف شر. انا حشتني قرقرين وكذي وبعد ابتعدت. ما تشوف شر. يعني انت اخترت انك تبتعد. اي. زين اليوم انت منو اللي خلاك تبتعد؟ هل هم ما سالوا عنك؟ هل انت قلت والله خلاص اخوي ابتعد ببتعد معاه؟ لا والله مو هذا، بس لان التواصل صار بعيد. هذه المشكله، بعيد عن العين بعيد عن القلب. يعني طاهر اللي يقول ان الوسط ماله، الوسط الفني ماله صاحب. لا 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 هذه لا، وما اقدر يعني شبه الشغله هذه. اوكي بس بعيد عن العين بعيد عن دبلوماسي. انت اليوم يا طاهر والله شو نسوي؟ مو مني. طيب